السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غندير معكم خبزه في الفران بالعجينه ديال 10 دقائق. انا عندي 2 كيسان ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال سنيده، شويه ديال الملح، و2 كيسان ديال الدقيق. غنخلط كلشي مزيان وغنغطيه مده ديال 10 دقائق، ومن بعد نكمل. نطبع بالحجم ديال العجين، غادي نزيد عليه 2 معالق كبار. ونص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد عليه 3 الكيسان ديال الدقيق. بعد ما خمرت لي العجينه، غادي نحاول يعني نقسمها كويرات، وغادي نسرحهم. هنا عندي الحشوه، درت فيها شعريه صينيه، بصله مشلضه مع كفته، وشويه ديال لانشون، وصافي. وفرماج احمر وفرماج ديال نتوما البنات، الشكل النهائي ديال الخبزة الفران، عجينة قطنية ورائعة، وحشوة يعني ممتازة ولذيذة بزاف. كنتمنى الله تشربوها، حيت فعلا كتستحق التجربة. السلام عليكم.